بعد 6 أشهر تمت الصلحة، فهذه الصورة تجسد عودة العلاقة القضائية إلى مسارها الطبيعي بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون. ما الذي جرى؟ سنعود قليلا إلى الوراء يوم وصل الخلاف إلى أوجه تحديدا في 16 من نيسان 2021، وقتما توجهت عون إلى مكاتب مكتف للصيرفة في عوكر واقتحمت المكاتب للوصول إلى الملفات التي تحتاج إليها لاستكمال تحقيقاتها في الملف المالي المصرفي. حين ذاك وبذريعة الهرمية القضائية اتخذ عويدات قرارا قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين مستثنيا عون. وطلب عويدات إلى جميع الأجهزة الأمنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار، أي ما معناه تجريدها من هذه السلطة. مجلس القضاء الأعلى وافق عندئذ على قرار عويدات، غير أن عون لم تقبله وطعنت فيه أمام مجلس شورى الدولة. على مدى 6 أشهر شهد مجلس الشورى تبدلات قضائية، ما قلب الكفة لمصلحة عون باحتمال قبول الطعن وبالتالي كسر قرار النيابة العامة التمييزية. معلومات الجديد كشفت التالي بعد التواصل مع مقربين إلى عون وعويدات. مصادر مقربة إلى عويدات كشفت أن بعد تواصل متبادل بين الطرفين اجتمع عويدات بعون وتراجع عن قراره السابق معيدا إليها صلاحياتها ومركزها. وتابعت مصادر عويدات إن هذه الخطوة أتت استباقية واستدراكا لما قد يصدر عن مجلس شورى الدولة وحفاظا على دور النيابة العامة التمييزية على أن يبقى التنسيق قائما بين الطرفين وتكون النيابة العامة التمييزية المرجع والمراقب في حال حصول أي تجاوز. أما المصادر المقربة إلى عون فكشفت للجديد أن دور الأساسية في عودة الأمور إلى مسارها كان لوزير العدل أنري خوري الذي عمل لإنجاح هذه المبادرة، وأن التوجه مع هذه الحكومة مختلف وأكثر هدوءا. وتابعت مصادر عون قائلة إن هذه المبادرة تساعد على تهدئة الوضع القضائي، وأن عون ستكمل حتما تحقيقاتها وعملها في ملف مكتف الذي لم تتوقف عنه، لكن جرى تجريدها من الضابطة العدلية التي كانت ترافقها، ويفترض أن تعود العناصر الأمنية إلى مؤازرتها في حال الحاجة. بالحصيلة جرت الصلحة أو التسوية، فلا شك في أن التجاذب السياسي الذي كان قائما أنذاك انعكس ضغطا مباشرا على القضاء، وإن كان تذرع بالهرمية القضائية. لا سعد، قناة الجديد.